وليد وليد مدير اسد عبد الحميد من العاملين بالحكومه وزاره القوى العامله والهجره. جاي طبعا اشارك النهارده في اليوم العظيم دوت، اليوم الذي يمثل عيد للشعب المصري كله وفرحه عارمه نحيي فيها الجيش المصري العظيم، الجيش المصري القوي والشرطه المصريه العظيمه، ونقول نعم لمصر بلدنا، نعم للاستقرار. شايفه اي مشاكل النهارده او في اجراءات الاستفتاء او الدنيا كلها زي الفل، الدنيا زي الفل، جيش وشرطه وشعب والله كلنا زي الفل. لا واحدة